هذا التاريخ المشترك الذي وسم الشعبين الشقيقين السوري والعراقي بالكثير من السمات المشتركة التي انعكست بمبادئ، انعكست بمصالح، انعكست بعواطف مشتركة لمسناها بشكل واضح وجلي في مراحل مختلفة. لمسناها عندما وقف الشعب السوري لجانب شقيقه الشعب العراقي عندما عانى من ويلات الحرب منذ عقدين من الزمن. لمسناها عندما وقف الشعب العراقي لجانب شقيقه السوري عندما اندلع العدوان وابتدأ العدوان أو انطلق العدوان على سوريا منذ عقد ونيف، وكان خلال تلك الحرب العراق حكومة وشعبا هو صوت سوريا بشكل حقيقي وليس بشكل افتراضي، هو صوت سوريا في المحافل المختلفة العربية الإقليمية العالمية، رافضا بشدة لكل أشكال العدوان ولكل تبريرات العدوان الذي انطلق على سوريا. كان الشعب العراقي خلال الزلزال الذي حصل منذ أشهر قليلة كان أخا حقيقيا، فاندفع العراقيون جماعات وأفرادا منظمين وعفويين لإغاثة أشقائهم السوريين الذين أصابهم الزلزال. خلال الحرب العراق قدم أغلى ما يمكن أن يقدمه إنسان وهي الدماء، وكانت هذه الدماء دماء مشتركة سورية عراقية حمت الخاصرتين الغربية للعراق والشرقية لسوريا، حمت الشعبين والجيشين العربيين، توحدت الساحات، توحدت الدماء، فتوحد المستقبل المشترك لكلينا. استغل هذه المناسبة لكي أوجه تحية للجيش العراقي العربي الأصيل ولقوات الحشد الشعبي الذين سطروا أروع الانتصارات بالتعاون مع أشقائهم وأخوتهم في الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في سوريا. من كل هذا، من كل ما سبق، تأتي أهمية هذه الزيارة. هنا تكمن مسؤوليتنا كمسؤولين في البلدين وفي الدولتين أن نتمكن من القيام بخطوات عملية تتمكن من الوصول لهذه الغاية، أي تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة أننا نلتقي اليوم في ظل تحديات كبرى على المستوى العالمي. أولا، كل العالم يعاني أمنيا وسياسيا وطبعا كنتيجة اقتصاديا، ولكل ذلك انعكاسات على دولنا. هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. هذا الإرهاب الذي نراه دائما ناشطا وقابلا للحياة لا يموت بفعل الإمداد الدولي وتحديدا الغربي، وكلنا نعرف ماذا يعني كلمة غربي، لأنه الأداة الغربية من أجل ضرب الدول التي تتمسك باستقلالها أو بقرارها المستقل وبمصالحها الوطنية. يضاف إلى ذلك أن بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم هذا الإرهاب، إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة كما نعرف. بالإضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات، وما يعنيه هذا الشيء من عطش، ما يعنيه من جوع بسبب الوضع الكارثي للمحاصيل، وما يعنيه من انتشار للأمراض وتفشي للأوبئة والجائحات. طبعا هذه نقاط من النقاط التي تحدثنا بها، هناك نقاط كثيرة ترتبط به، يعني يضاف لهذه التحديات تحديات التعدي على العرب بكل معاني التعدي في فلسطين، في الأقصى، التعدي على المقدسات وغيرها من الأشياء التي تواجهنا كدول عربية. بالإضافة لموضوع المخدرات وهي الآفة الأخطر الآن التي تواجه ولا تختلف عن الإرهاب، فهي قادرة على تدمير المجتمع بنفس الطريقة التي يفعل الإرهاب فعله في أي مجتمع. قضايا كثيرة تناقشنا فيها أنا والسيد رئيس الوزراء. طبعا تحدثنا بالوضع العربي المستجد والذي نستطيع أن نصفه بالإيجابي نسبيا وليس مطلقا. كان هذا الوضع محور نقاش موسع بيني وبين السيد الرئيس، وركزنا حول كيفية استغلال هذا الوضع، استغلال هذه الإيجابيات
المستجدة وتعزيز التعاون العربي بهدف تخفيف تداعيات الوضع الدولي المتفاقم على دولنا العربية. وكلنا يعلم بأن التطورات الإيجابية الأخيرة لم ترق لصناع الفوضى الدوليين، وتحركوا فورا وبسرعة من أجل إعادة الدولاب أو عجلة التاريخ إلى الخلف. وهذا ما يستدعي المزيد من التعاون بين دولنا ثنائيا أو جماعيا عبر تجمعات الإقليمية أو عبر جامعة الدول العربية من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه وتطويره لاحقا. طبعا مررنا بشكل سريع، ولأننا لم ننهي المحادثات سوف نتابع بعد اللقاء الإعلامي، ولكن لا نريد أن نتأخر على موعد المؤتمر الصحفي، على موضوع العلاقات الاقتصادية البينية، وستكون هي المحور الذي سنتابعه لاحقا، والخطوات العملية الممكنة لتحقيق تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل تنعكس بالفائدة على البلدين وتخفف من تداعيات الحصار الظالم على سوريا. النقاط التي نوقشت والأفكار التي طرحت ستتابع من قبل المؤسسات المعنية في البلدين من أجل إنضاجها وتطويرها وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ لاحقا. هناك الكثير من النقاط والمقترحات والأفكار التي أستطيع أن أصفها بأنها واعدة، ولكننا لن نتحدث عنها بالتفصيل اليوم حتى تصبح جاهزة للتطبيق أو ربما قيد التطبيق. أكرر ترحيبي الحار بالسيد رئيس الوزراء، وأنا متأكد أن هذه الزيارة سوف تشكل نقلة ليس فقط نوعية بل فعلية وعملية وحقيقية في إطار العلاقات الأخوية، هذه العلاقات التي لم يسمح لها أو ربما لم تسمح لها ظروف أو ربما لم نسمح لها في البلدين على مدى العقود منذ الاستقلال أن تنطلق. هذه فرصة لإطلاق هذه العلاقات بشكل جدي وبشكل فعلي، خاصة أنها تأتي بالرغم من كل هذه الصورة السوداوية التي نراها في العالم، تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية من جانب، وتأتي في ظل استعادة العراق لدوره العربي والإقليمي الفعال. وهذا هو الحال الطبيعي طبعا للعراق ولسوريا ولغيرها، وهذا هو حال الشعوب العريقة التي إذا تعثرت فهي تنهض من جديد وترسم مستقبلها بأيدي أبنائها، تفرض حضورها وتثبت هويتها. وبالنسبة لنا في سوريا، هوية العراق ستبقى هوية عربية أصيلة. أتمنى للشعب العراقي كل التقدم والازدهار والمزيد من الاستقرار، وأتمنى للسيد رئيس الوزراء المزيد من التوفيق أو كل التوفيق في خدمة وطنه وشعبه. وشكرا لك. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيدات السادة الوزراء المستشارين، الأخوات الأخوة الإعلاميين في سوريا، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً أتقدم بوافر الشكر والامتنان لفخامة الرئيس على هذه الدعوة وزيارتنا إلى سوريا، كما أشكر حسن الاستقبال وكرم الضيافة. العراق وسوريا بلدان مترابطان تاريخياً واجتماعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى روابط الدم والقيم المشتركة والتواصل الاقتصادي والثقافي. يعزز ذلك المواقف الوطنية والإنسانية المتبادلة التي تنبع من هذه الوشائج. بالتأكيد الأمن والاستقرار بين البلدين هما عاملان يدفعان نحو المزيد من الترابط والتعاون والتنسيق لمواجهة كل المخططات والتحديات
التي تضر بشعبينا الشقيقين. فقامة الرئيس موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة السورية والقانون على أقاليمها وكامل أراضيها هو موقف قانوني ومبدئي، بل هو مسألة تعني الأمن القومي العراقي أولا، وأي جيب خارج عن السيطرة ويأوي المجاميع الإرهابية والتخريبية هو بقعة مرشحة لتهديد العراق والمنطقة والعالم بأسره. مفتاح أمن المنطقة الاستقرار، مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ذات الجذر الاقتصادي وربط الشعوب الشقيقة والصديقة بشراكات ومصالح والاستثمار في مستقبل الشباب. عمل العراق جاهدا على عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي ومقعدها في الجامعة العربية، ونعمل مع كل الدول والقوى الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصاديا ومعالجة آثار الحرب، وهو موقف أخوي لا نجزى عنه، بل هو من صلب مصلحة العراق ودواعي أمن المنطقة، ولا مجال لترك سوريا تواجه المخاطر لوحدها، فالأمر سيرتد سلبا على العراق والمنطقة. لله الحمد الإرهاب انحسر في العراق وهزم وصار مطاردا في الصحارى والكهوف، لأن لدينا قوات مسلحة وقفت بحزم ومنع إزاء هذا التهديد. فالإرهاب لم يتخلى عن فكره الهمجي، إنما هزمناه بإرادة شعبنا. هذه حقيقة يتعين أن يدركها من دعم الإرهاب في الماضي أو يفكر في دعمه مستقبلا. وأستثمر هذه الفرصة لأسجل أسماء آيات الاعتزاز لموقف الشعب السوري وقيادته السياسية في التصدي لأعتى هجمة إرهابية. وما كان موقف أشقائكم في العراق في خندق المواجهة واختلاط الدم العراقي والسوري هو أوضح صورة لشكل العلاقة بين الشعبين الشقيقين. هناك تحديات مشتركة عديدة نعمل على مواجهتها. اليوم زيارتنا هي الحديث في كل المجالات وتعزيز العلاقة والآفاق التي نرى من الأهمية بمكان تطويرها. التحديات الأمنية هي بالتأكيد الشغل الشاغل، يجب علينا أن نحافظ على أمن واستقرار بلدينا الشقيقين، ونحتاج إلى مزيد من التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية وخصوصا في المناطق الحدودية. وأيد فخامتك في تحدي المخدرات، هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وتدخل في داخل صفوف شبابنا بشكل مدمر وخطير. ونقاشنا اليوم وما اتفقنا عليه من إيجاد آليات للتنسيق والتعقب والمتابعة هي الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. أيضا يواجه كلا البلدين الشقيقين تحدي شحة المياه وجفاف الأنهر وتأثيراتها المناخية والبيئية على المنطقة. نحتاج أن نتعاون فيما بيننا بما يضمن الحصص المائية العادلة، وبنفس الوقت التحرك والحديث مع دول المنبع في ضمان الحصص المائية والإطلاقات المائية العادلة لسوريا والعراق. أيضا يهمنا أن نعمل بشكل مشترك ومن خلال القنوات الرسمية والمؤسسات الحكومية في معالجة مشكلة اللاجئين وضمان العودة الآمنة والكريمة لهم حال استتباب واستقرار الأوضاع في مناطق سكناهم. ووجهنا منذ
لقائنا مع السيد وزير الخارجية في زيارته إلى بغداد، الأجهزة المعنية وخصوصا بما يتعلق باللاجئين أو النازحين في مخيم الهول بالتعاون من خلال القنوات الرسمية. العراق التزم من جانبه في إعادة مواطنيه وفق آليات متفق عليها، لازلنا نأمل من دول العالم أن تبادر بنفس الدور الذي قام فيه العراق تجاه مواطنيها الذين يتواجدون في هذا الموقع والبؤرة التي تؤسس لفكر متطرف وتداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة. العراق يدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بما يحقق مصالح الشعب السوري وضمان استمرار وصول وإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية إلى جميع فئات الشعب السوري، وبالشكل الذي يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية ونقص وشحة المتطلبات المعيشية الأساسية. استمرار مظلمة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل سبباً آخر لهز الأمن واستدامة الأزمات. لذلك نؤكد مجدداً موقفنا الثابت الرافض لأي احتلال إسرائيلي للأراضي العربية أينما كانت، ونؤكد وقوفنا مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية على أرضه التاريخية، وهو حق إنساني وأخلاقي قبل أن يكون موقفاً سياسياً منا. كما نرفض كل الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي ضد سوريا ولبنان. المقدسات الإسلامية هي بوابة للوحدة الجامعة وعامل مقوي للترابط الاجتماعي القيمي بين شعوب المنطقة. لذلك نؤكد موقف العراق الرافض لأي إساءة لها، ونجدد استنكارنا لفعلة حرق المصحف الشريف لما يمثله من تعدي واضح على المسلمين جميعا وعلى قيم التعايش وقبول الآخر. منهجية الحكومة العراقية منذ أن تشرفنا بترأس هذه الحكومة وإقامة العلاقات المتوازنة مع الجميع وخلق الشراكات الاقتصادية، والعراق اليوم يمد يد المساعدة ويد التعاون والصداقة والشراكة المتكافئة لجميع الأصدقاء والأشقاء، والأبواب مفتوحة نحو تبادل الاستثمار. طرحنا مشروع واعد ومشروع طريق التنمية، وهو فرصة للاستثمار بين كل دول المنطقة بما يعود بالفائدة على شعوبنا. أكرر شكري الجزيل فخامة الرئيس، تمنياتي القلبية للشعب السوري بكل الخير والاستقرار والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.